يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في تاني حلقات أيام رمضان الموافق 3 أبريل 2022. إن شاء الله نقدم لكم فيها يعني وجبة تكون خفيفة عليكم كده في ساعات الصيام. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده بيخلينا نروح نسأل على أهمية الوقت عند حضراتكم، لأن يمكن دايما بتكون الشكوى الكبيرة عند أغلب الناس في وقت الصيام إن ساعات النهار بتكون طويلة أو ساعات الصيام تحديدا بتكون طويلة وما بعد الفطار بيكون الوقت قليل فالناس بتتسرق فيه. فسؤال حلقتنا النهاردة إزاي بتنظم وقتك في شهر رمضان المبارك، وده السؤال اللي هسأله لهدير. هدير بتنظم وقتك إزاي؟ والله هو يمكن قصة إنه الوقت في رمضان بيسرقنا ده أنا بحس إن ده ظلم لشهر رمضان. لا، الوقت طويل واليوم مش قصير، لكن هي الفكرة في تنظيم الوقت. احنا يمكن ما بنعرفش ننظم وقتنا كويس في رمضان، لكن اعتقد انه السيدات على وجه التحديد لازم ينظموا وقتهم كويس قوي، لانه كمان بيبقى عندهم مهام خاصه بتحضير الفطار والسحور، فمساله تنظيم الوقت والاهتمام بالاطفال، فجدول بقى كده يفيدنا من اول رمضان نعمله فيما يخص العبادات وقراءه القران وكمان تنظيم بقى وجبات السحور والافطار. اعتقد لو الموضوع متوضب كويس قبلها بوقت، ويمكن السيدات طبعا كلهم شطار ما شاء الله في الموضوع ده، بيحضروا من قبلها بوقت خضار في الثلاجه يساعدهم انهم يحضروا الوجبات أسرع. كلنا طبعا عايزين نقابل أهالينا وصحابنا في رمضان، لكن خلينا كمان نكون متأكدين إن ده ما ياخدناش من الأصل في هذا الشهر وهو العبادات، ودي أهم حاجة إن احنا نخرج كلنا من شهر الرحمة والمغفرة مغفور لينا بإذن الله. فأعتقد إنه جدول زمني يساعدنا بإذن الله كلنا في إن احنا يعني ننجز أولوياتنا ومهامنا في اليوم الرمضاني. ولو لقيت نفسك إنه اليوم بيخلص منك وانت لسه ما عملتش كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، اختار اولوياتك ايه في اليوم واعملها. واعتقد كمان انه مساله انه يكون في وقت كافي للنوم، ما نفضلش سهرانين لحد السحور وبعدين نصحى الصبح مش قادرين نشتغل. واعتقد ان احنا اكتر ناس بنحاول نعمل ده كمان علشان نكون فايقين كده في الشغل وفي رمضان الصبح. فموضوع انك تنام قبل السحور شويه وبعدين تصحى بقى لو عايز مثلا تقرا قران لحد وقت الفجر بيفرق يعني كتير. أكيد أنا عندي يمكن اختلاف وتشابه معاكي شوية، لأن أنا بحب تقسيم الوقت دايماً في رمضان يهتير يكون ما قبل الفطار وما بعد الفطار. كل الأعمال اللي بتتطلب مجهود ذهني أقل بخليها دايماً قبل الفطار، اللي يمكن خلينا أقولك برضو أن منها جزء كبير قوي بخلي أغلب العبادات قراءة القرآن ما بحطوش قوي في الوقت بتاع الفجر، أو بيبقى في جزء منه في وقت صلاة الفجر، لكن بخلي الجزء الأكتر في قراءة القرآن
ما قبل الفطور. لكن فكرة تقسيم الوقت هنا عندي في الأولويات بخلي عندي الموضوع دايما بيكون مختلف، لأن أنا عندي مبدأ في الموضوع ده. كل الناس يعني بتتصارع علشان تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة لكن دون تدبر، فأنا عندي مبدأ في رمضان دايما بمشي بيه، وهو قليل دائم خير من كثير متقطع. الفكرة اللي أنا ما أقرأش كتير قوي كل يوم جزئين وثلاثة كل يوم، لا، أنا ممكن أقرأ جزء واحد فقط لكن بتدبر، أفهم معنى الآية، أعرف إيه الآية اللي أنا بقرأها دي وإيه الحكمة من وراها. لقي نفسي جزء واحد ختمت القرآن مرة واحدة لكن فاهم معناه وعارف كويس قوي إيه اللي أنا قرأته. يعني ده فيما يخص العبادات، لكن لا يزم يكون عندي أولويات. هدير أشارت لي جزء مهم جدا، فكرة إن كلنا بنبقى عاوزين نقابل أهلنا وعاوزين نقابل أصدقائنا وصحابنا، لكن الوقت دايما بيسرعنا أو نزولنا بنقعد بالساعة واثنين والثلاثة والأربعة ولاقي اليوم خلص. لا، تنظيم الوقت، لأن ما فيش شخص ناجح غيره دايما بيكون عنده الوقت، هو رأس المال الحقيقي عنده اللي بيقدر اللي هو يستثمر فيه. كلنا بنبقى عندنا الوقت لكن مش كلنا بنقدر نستثمر هذا الوقت. علشان كده لازم في رمضان نكون حريصين على وضع أولويات، نقسم العاجل المهم الأقل أهمية، وأبتدي اللي أنا أنفذ الخطة دي بناء على الأهمية الخاصة بكل يعني موضوع أو كل توبيك أنا محدده لنفسي في شهر رمضان لازم أطلع بيه. ولازم يكون عندي فكرة تقييم اللي أنا أقدر أقيم نفسي، نعمل تقييم أسبوعي حتى على الأقل عشان ما لقيش أسبوع في التاني في التالت رمضان خلص وكل سنة وانتوا طيبين وما قدرتش اللي أنا أحقق الأهداف منه. لكن سؤالنا بقى اللي احنا هنسأله ده فيما يخصني أنا وهدير، لكن نعرف بقى السادة المشاهدين إزاي بيقدروا اللي هم ينظموا وقتهم في فترة رمضان. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصة بينا في صباح الخير يا مصر، منتظرين إجاباتكم علشان نستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا دلوقتي نروح لليندا تقول لنا آخر أخبار الطقس وكمان أخبار العملات وأسعار الذهب النهاردة. صباح الخير عليك يا ليندا. والاول عايزين نعرف منك سؤال حلقتنا بقى النهارده، بتنظمي وقتك ازاي في رمضان؟ صباح الخير هدير. صباح الخير احمد. صباح الخير. الحقيقه هدير انا بحس ان الوقت فيه بركه اكتر في رمضان بالنسبه لي. صحيح. انا من الناس اللي بعرف اركز اكتر وادي اكتر قبل الفطار، يمكن عكس معظم الناس. بعد الفطار الحقيقه ببقى مكسله جدا، يمكن الحاجه الوحيده اللي يعني بحاول ان انا اعملها بعد الفطار هي الرياضه عشان مضطره. قبل الفطار بقى يعني ممكن اقرا اكتر، عندي وقت طبعا بجانب العبادات، القرايه مثلا، فرجه على التلفزيون، ودي حاجات عاده ما بيبقاش في وقت قوي ان احنا نعملها بعد الايام التانيه. انت طبيعي بطبيعه الحال عندك لنا من الاشخاص المنظمه يعني. دي حقيقه. اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبتدي مع الدولار الامريكي. سعر البيع بيسجل 18.31، اما الشراء فبيسجل 18.21. اليورو سعر البيع بيسجل 20.27، اما الشراء فبيسجل 20.16. الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.01، اما الشراء بيسجل 23.87. هنروح للفرنك السويسري، البيع بيسجل 19.80، اما الشراء فبيسجل 19.69. اليوان الصيني البيع بيسجل 2.88، اما الشراء فبيسجل 2.87. الين الياباني البيع بيسجل 15.05 والشراء بيسجل 14.97. هنروح للريال السعودي، البيع بيسجل 4.88، اما الشراء فبيسجل 4.85. الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.34، اما الشراء فبيسجل 59.86. الدرهم الاماراتي البيع بيسجل 4.98، اما الشراء فبيسجل 4.95. ودلوقتي مشاهدينا هنروح لأسعار الذهب. عيار 18 بيسجل 830 جنيه للجرام، أما عيار 21 فبيسجل 970 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1108، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل 7760. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في تاني يوم رمضان. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وفي النهاردة نشاط للرياح
على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 42، وأقل درجة حرارة في بورسعيد 24. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، وأولى أخبارنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وأيضا معدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية، ووجه سيادته بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وكمان رفع كفاءة كل المنشآت والمباني الموجودة في محيط المتحف. لسه مستمرين في رصد أهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن من أهمها أيضا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امبارح لاجتماع يعني كان خاص بمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها أيضا. وجه سيادته بمواصلة أخذ إجراءات لمساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، وشدد على ضمان تمتع السائحين المتواجدين في مصر بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف. وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. الاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة. وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية. وامبارح كمان سيادة رئيس أجرى اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب السلطان العماني عن خالص شكره وامتنانه للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة نروح لأخبار الجيش المصري، لأن امبارح عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، عادوا إلى أرض الوطن وده بعد زيارة رسمية استمرت لعدة أيام لقبرص. التقى الفريق أسامة عسكر خلال هذه الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وده كان بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي، بالإضافة لعدد من المسؤولين وكبار القادة للقوات المسلحة القبرصية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له،
وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص. والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي، حيث نقل له تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. فيما أشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين. والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي، حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة. كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، لا سيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص. كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية، تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تخللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية، أعقبه المرور على معرض الأسلحة. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها. حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية. دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، وكان أهم هذه الأخبار لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، وأيضا تحديد مفتي الجمهورية لقيمة زكاة الفطر السنة دي بقيمة 15 جنيه عن كل فرد. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبراد سميث رئيس شركة مايكروسوفت لبحث مجالات التعاون، وقال الدكتور مدبولي إنه بيتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الكبرى اللي بتتم في العاصمة الإدارية الجديدة. امبارح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حدد قيمة زكاة الفطر السنة دي ب 15 جنيه كحد أدنى عن كل فرد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان. وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. كمان امبارح بدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهري فبراير ومارس في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. الامتحانات هتستمر لحد يوم 6 إبريل، ومدة امتحان كل مادة هتكون حوالي 45 دقيقة، أي ما يعادل مدة الحصة الدراسية. وبعد ما تابعنا هذا التقرير المجمع اللي فيه مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وخاصة أن النهاردة هيكون يوم كروي بامتياز، في ماتشات للأهلي والمصري، في أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وفي كمان ماتشات مهمة جدا في الدوري الإنجليزي هنعرف، والإيطالي كمان أيضا هنعرف تفاصيلها من خلال التقرير التالي. ب
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام هيعمل جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمناقشة تقريره حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022. كمان النهاردة فريق الأهلي هيواجه الهلال السوداني الساعة 10 بالليل في ختام منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. النهاردة كمان فريق المصري هيخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها 19 أمام مضيفه فريق مازيمبي. المباراة هتتلعب الساعة 3 العصر على استاد مازيمبي. وعلى مستوى الكرة العالمية، عشاق الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات في ختام الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي. النهاردة الساعة 3 العصر هيلتقي ويست هام مع إيفرتون، والساعة 5:30 هيلتقي توتنهام مع نيوكاسل، وأخيراً الساعة 9 هيلتقي أرسنال مع كريستال بالاس. عشاق الدوري الإسباني موعدهم مع لقاء قمة الساعة 9 بالليل، حيث يلتقي برشلونة مع أشبيلية في ختام الجولة 30 من الدوري. ولعشاق الدوري الإيطالي فموعدهم مع مباريات قوية في تاني أيام الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث يلتقي فيورتينا مع أمبولي في 2:30 الظهر، والساعة 2 هيلتقي أتلانتا مع نابولي وأودينزي وكالياري، والساعة 6 هيلتقي سامبودوريا مع روما. وهينتهي اليوم الكروي بقمة تجمع يوفنتوس وإنتر ميلان الساعة 9:45. ودلوقتي جاي معادنا مع حضراتكم وجولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، وكان منها السماح لأهالي اسكندرية بالإفطار على الشواطئ، وأيضا توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي ومزارعي القمح في إسماعيلية، وأخبار تانية كتير في بني سويف والبحيرة وكمان هنا. أخبار كتيرة جدا حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من الإسكندرية واستعدادات المحافظة لاستقبال الصيف بتجهيز 66 شاطئ بداية من أبو قير وحتى العجمي. ومع استقبال شهر رمضان المبارك، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم السماح للمواطنين خلال الشهر الكريم بتناول وجبات الإفطار على الشواطئ. في العاصمة، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان، بحيث تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يومياً من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 2 بعد منتصف الليل، وفي فترة الإغلاق هيتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة. في بني سويف، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه 68,678 رأس ماشية حتى الآن. في بورسعيد، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول للصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، وده ضمن التيسيرات اللي بتقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين. في قنا، أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حصول فريق جامعة جنوب الوادي المشارك في منافسات رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ على أفضل تصميم بيراعي الأمان، وده في إطار المنافسات اللي أقيمت بمشاركة 24 فريق من 24 جامعة. في البحيرة، مستشفى إيتاي البارود العام بالبحيرة شهدت تشغيل جهاز تلسكوب الأنف والأذن والحنجرة، واللي بيعد نقلة كبيرة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وهيساعد الأطباء على إجراء العمليات الدقيقة. نفكر حضراتكم دلوقتي بسؤالنا اللي طرحناه عليكم في بداية الحلقة، واللي بيقول بتنظم وقتك إزاي في رمضان. خلونا نروح ونشوف التعليقات اللي جات لنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصفحة البرنامج على الفيسبوك. وفي محمد حسني محمود أحمد، ده مطلع بطاقة مش عامل أكاونت يعني، بهزر معاك يعني. طيب بيقول: زي الشهور التانية بحاول أستثمر وقتي دايما في حاجات مفيدة لديني ودنياي، يعني ربنا يتقبل يا رب. نرمين هاشم بتقول: صباحكم فل ورد وياسمين على كل الموجودين في الاستوديو، صباح الفل عليكي، كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما. أنا منظم وقتي في رمضان أكثر من الأيام التانية في حاجات مفيدة زي قراءة القرآن ومذاكرتي علشان عندي امتحانات بعد العيد إن شاء الله بالتوفيق. أما مسلسلات رمضان فأمي السنة دي منع أي حد يتفرج عليها. ما أنت بتقولي عندك امتحانات بعد العيد،
فيعني معلش تركزي بقى في المذاكره وبعدين تتفرجي بعد رمضان وبعد الامتحانات. وموجوده كل المسلسلات على واتشد يعني تقدر تتفرج عليها من غير اعلانات بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يعني. طيب في علاء هارون بيقول صباح الخير يا مستر احمد انت واستاذه هدير، كل سنه وانتم طيبين واسره برنامج صباح الخير طيبين وبالف خير يا رب. بنظم وقتي في قراءه القران وشغلي حاجات كتير في فعل الخير وصلاة التراويح، كمان تلفزيون على مسلسلات بتفرج عليها. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحياتك طيبة. وليد أحمد بيقول صباح الخير والسعادة عليكم وكل عام وانتم بخير، أنا سايبها على الله دي أهم حاجة، كل عام وانتم بألف خير. يعني كلنا بنسيبها على الله، بس يعني نصيحتنا ان شوية تنظيم هيفرقوا كتير. بالظبط، الوقت تحديدا هو اغلى رؤوس الاموال، فحاول انت تستثمر فيه عشان ما تلاقيش الوقت بيجري بيك وفي النهاية اللي انت ما حققتش اي هدف ولا اي حاجة من الطموحات اللي بتتمناها. طيب دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وخلونا نروح تاني سريعا لزميلتنا ليندا ونعرف منها تفاصيل الطقس. اتفضلي ليندا. حقيقة يا أحمد النهاردة الصبح الجو هيكون حر ولكن بالليل هيكون مائل للبرودة، لكن في انخفاض عن امبارح بحوالي 5 درجات. الحمد لله، يعني ده لطف ورحمة ربنا بينا يعني. الحمد لله. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد. هيكون مائل للبرودة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور درجة الحرارة في القاهرة امبارح كانت 36 والنهاردة بتسجل 31، إيه النصايح اللي حضرتك ممكن توجهيها المواطنين النهاردة خصوصا في ظل التقلبات اللي بتشهدها البلاد؟ بالفعل نحن اليوم هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس. بالفعل احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية. الأجواء خلال فترة النهار هتكون حارة خلال فترة النهار، لكن فترات الليل الأجواء هتظل باردة. في فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى بيوصل لأكثر من 15 درجة. عشان كده احنا دايما بننصح السادة المشاهدين في الفترة دي هنحتفظ بالملابس الشتوية خلال فترات الليل أكيد، لأن احنا فترات الليل دايما بنحس بانخفاضات درجات الحرارة في فرق كبير. فاحنا دايما لسه ملابس شتوية خلال فترة الليل، حتى لو انا خففت ملابسي يبقى دايما معايا جاكيت ابتديه لما احس بانخفاض درجات الحراره، خاصه ان اليوم كمان فيه نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده هيزود احساسنا اكثر بالاجواء الربيعيه وتلطيف الاجواء على مدار اليوم وخاصه خلال فتره المساء. طب بالنسبه يا دكتور للايام اللي جايه وكمان الاسابيع اللي جايه كمان، هل هيكون الطقس في شهر رمضان شديد الحراره ولا هيكون معتدل الى حد كبير؟ هو احنا انخفاضات درجات الحراره اللي بنشهدها اليوم يعني انخفاض الطفيف ده، لكن طبعا الحراره تتجاوز ال 30 هيكمل معانا لبكره كمان الاثنين، لكن متوقع من يوم الثلاثاء القادم يبقى في ارتفاع في درجات الحراره هيكون ملحوظ جدا. يوم الاربع والخميس العظمى هتوصل فيها على القاهره الكبرى ب 37 و 38 درجه مئويه، يعني الاجواء هترجع تاني اجواء شديده الحراره خلال فترات النهار، بارده خلال فترات الليل. فاحنا على مدار هذا الاسبوع لسه الاجواء الطقس بين حر وشديد الحراره خلال فترات النهار، لكن متوقع مع الاسبوع المقبل نعدي طبعا ذروه الارتفاعات اللي هنشوفها نهايه هذا الاسبوع، هيكون في انخفاضات في درجات الحراره، لكن طبعا انخفاضات درجات الحراره مش هتكون زي فصل الشتاء، او الانخفاض مش درجات الحراره مش هتنخفض اقل من ال 20 او اقل حتى من 25 درجه مئويه. درجات الحراره لما هتنخفض ترجع للمعدلات الطبيعيه لها اللي بتكون ما بين ال 28 وال 30 درجه مئويه، والاجواء الربيعيه اللي دايما بيبقى فيها نشاط للرياح خلال فترة المساء.
شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 31 والصغرى بتسجل 17، الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17، مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 15، سيوة العظمى 31 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 16، دمياط العظمى 24 والصغرى 15، الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 16، السويس العظمى فيها كمان 31 والصغرى بتسجل 16. هنروح للعريش العظمى فيها 25 والصغرى 14، طبق العظمى 31 والصغرى 17، سان كاترين العظمى 30 والصغرى 8، شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 21، الغردقة العظمى 35 والصغرى 20، الفيوم العظمى 37 والصغرى 17، بني سويف العظمى 37 والصغرى 17، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 18. هنروح لأسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 19، سوهاج العظمى 38 والصغرى 19، قنا العظمى 39 والصغرى 19، الأقصر العظمى 40 والصغرى 20، أسوان بتسجل 41 والصغرى 20، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 21، شلاتين العظمى 34 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليند. طيب زي ما ليند قالت انخفاض 5 درجات في درجات الحراره، فده شيء مبشر الحمد لله في بدايه اليوم. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمسلسلات رمضان، واول حلقه ابتدت امبارح وكان فيها احداث كتير مهمه شدت الجمهور من اول يوم، خصوصا المسلسلات الوطنيه اللي الناس بقت بتفضل تستناها من رمضان لرمضان، بتقدم لنا تفاصيل وسرد لاحداث حقيقيه حصلت فعلا وقرارات مصيريه انقذت الدوله المصريه. امبارح شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان أحداث مشوقة واستثنائية، وده ظهر مع أول حلقة من ملحمة مسلسل الاختيار الجزء الثالث اللي انطلق عرضه من خلال أفان تتر بمقدمة قبل ما يتعرض تتر العمل. المشهد داخل حزب الحرية والعدالة وجواه المرشد محمد بديع اللي بيجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وخيرة الشاطر خالد الصاوي، وناس تانية بتتابع مشهد المتظاهرين في التحرير والمؤيدين للإخوان في ميدان ربعة. وبتتنقل الصورة بين مظاهرات ميدان التحرير والاعتصامات في ربعة، مع مشاهد من المظاهرات في اسكندرية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية اللي بتطالب بإسقاط حكم الإخوان. وفي نفس الوقت بتجتمع الفصائل السياسية والدينية المختلفة، وبيظهر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيجسد دوره الفنان ياسر جلال لاتخاذ القرار المصيري. شهدت كمان الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 تفاصيل: خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو، وإزاي خطط خيرة الشاطر ومحمد البلتاجي لأخوانة جهاز الشرطة المصرية وتفكيكه من خلال ميليشيات مسلحة. الحلقة الأولى كمان تناولت إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعامله مع أبناء منطقته في حي الجمالية. تعرف عجازي، زمان في الجمالية كان في يوم لازم أهل الحتة يتجمعوا فيه ويفطروا مع بعض. أخويا كان ياخدني أنا وأخواتي وننزل نفطر معاهم. كنت بستنى اليوم ده من السنة للسنة. أما أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير قوي 6، فشهدت معاناة الكبير قوي أحمد مكي من تربية أولاده اللي اسمهم العترة وجوني، وبيحاول الكبير يكون أب مسؤول لكنه في الآخر ما بيقدرش على مسؤوليتهم، وبيطلب من فزاع يدور له على مربية علشان تساعده في تربية أولاده، لكن بيفكروا إن العترة وجوني أشقية جداً وإن في أكتر من مربية جت وسابتهم بسبب المقالب اللي عملوها. أبيع جراطين وأجيب لكم برجر وما برجرش. لا يا بوي، ما يرضيناش تعمل في روحك كده. صح صح، قسم من بالله ودي أبوك صح. بيع جراطين. كمان بدأت الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا رابط 2 بكابوس حلم بيه يوسف اللي بيقوم بدوره هشام جمال، وده لأنه حلم باختفاء زومبا اللي بتقوم بدورها شيماء سيف، ولذيذ اللي بيقوم بدوره عمرو وهبة، وبيصحى من النوم مفزوع وبيلاقي لذيذ قدامه وبيطمن عليه. بعدها بيروح لزوجته سارة ليلى أحمد زاهر، وفجأة سارة بتجري بسرعة على الحمام بسبب وجع في بطنها،
ولما استفسر يوسف عن السبب لذيذ قال له إنها كلت كبدة مسمومة بالليل. وطعمها إيه بقى ثمرة المستفندي دي؟ فراولة؟ قول آس. لا جميلة، ازرعي منها كتير بقى، ده احنا ممكن نصدر منها، دي مش موجودة في حتة. وشاهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم ظهور الفنانة هالة صدقي واللي بتجسد شخصية ميسون رئيسة فاتن في الشهر العقاري. وتواجدت فاتن في بيت ميسون مع بعض أصدقائها في الشغل، وكانت مستنية حضور سيف علشان الطلاق يتم بينهم وبين بعض. مش طلبت الطلاق وخدتيه؟ اشربي بقى. شربته وحطيت عليه ليمون بالنعناع. كمان بدأت أحداث مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان والنجمة لبلبة اللي بتجسد شخصية مس زهرة أنديل، وتتوجه لمدرسة رؤية الخاصة اللي بتعم فيها الفوضى والعشوائية، ولكن بمجرد دخولها بتنضبط المدرسة من خلال طابور الصباح. الشخص اللي قدر في كتبه وأبحاثه إنه يغير مفهوم التربية الحديثة الدكتور عامر عبد الرازق. دكتور الإدارة التربوية بالجامعة الأمريكية. وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج بتقديم المخرج سامح عبد العزيز الشخصيات والعلاقات بينها، وكان أول مشهد ليارا أو ريهام حجاج بملابس ضباط الملاحة في مركب في عرض البحر مع كريم قاسم، وبيكشف المشهد قوة العلاقة اللي بتجمع بينهم بالإضافة لصلة قرابتهم. إيه في إيه؟ شفتي عفريت؟ خضتني بجد يا ابني. أنا زعلان منك جدا. بقى أنا تعملي لي بلوك يا ندلة؟ أنا ما عملتلكش بلوك، أنا غيرت رقم تليفوني أساسا. وظهرت المشاهد الأولى من مسلسل المشوار اللي بيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وبتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، والثنائي مش قادر يعيش بصورة طبيعية بسبب إنهم عايشين مع الخالة صفية، وبسبب دي الحال بتجبرهم الظروف إنهم يستمروا في نفس البيت. يا خالتي انا بس بغير الانبوبه منفسه. اتعرضت كمان امبارح الحلقه الاولى من مسلسل مكتوب عليا اللي بيقوم ببطولته الفنان اكرم حسني، وبيشاركوا البطوله عدد من النجوم زي عمرو عبد الجليل وايتن عامر وهنادي مهنا. تضمنت الحلقه احداث كتير عن شخصيه مدرس الموسيقى جلال احسان الشهير بجلجل اللي بيقدمها طبعا اكرم حسني، وبيتقدم جلجل للمشاركه في برنامج المسابقات الشهير الدوم. يوسف احنا اتعلمناها زمان، القايع يعني تيمبو معروفه، تيمبو تيك تاك تيك توك. هو حميد الشاعري، انا بقول لك يا حميد الشاعري، قلت لما غنيت جلجلي جلجله الناس استقبلتك ازاي؟ يعني تفاصيل كتيرة في المسلسلات الدراما الرمضانية تحديداً، أكيد هنتابع أكتر وأكتر من خلال الأيام اللي جاية. لكن في الحقيقة رمضان مش بس دراما، لأن في مجموعة من الصفات اللي لابد أن يتحلى بها كل صائم. عشان كده دلوقتي تعالوا نتابع تقرير عن درجات الصائمين ومكارم الأخلاق اللي المفروض يتحلى بها الصائم، واللي هي أساس رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الشريف إنما بعثت وتمم مكارم الأخلاق. تعالوا نشوف التقرير التالي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سباق رمضان والمنافسة القوية شديدة قوي في الخير، في ذلك
فليتنافس المتنافسون. السباق الطيب الجميل دوت بنبدأه إن شاء الله، وهنبدأه قريب هوت بأمر الله سبحانه وتعالى. هنقف كلنا على خط البداية، لكن هناخد درجات إيه؟ تعال أعلمكم، نتعلم مع بعض إزاي ناخد درجة كبيرة جداً ونعمل سكور كمان في رمضان. لما بنبتدي الصيام بنبقى كلنا شبه بعض، لكن لما نبتدي نصوم صيامنا بيختلف. يعني هو في صيام غير صيام؟ أيوة، عايز أقولك إن في ناس في الصيام بتجيب 5 من 10، الناس الضعيفة اللي بتصوم بالعافية. يعني إزاي يا شيخ بيتعبوا في الصيام؟ لا، عايز أقولك اللي بيعمل إيه بس، اللي بيصوم عن الأكل والشرب والجماع. إيه ده؟ مش هو ده الصيام؟ لا، ده أقل درجات الصيام. الراجل اللي هو إحنا بنقول عليه لا ده لسه بيتعلم الصيام، يعني لأن الصيام غرضه أكبر من كده بكتير وهدفه أكبر من كده بكتير. إني أنا أمتنع عن الأكل والشرب والجماع ده أقل درجات الصيام، أخد 5 من 10. في ناس أكتر من كده، طب بيمتنوا عن إيه دول؟ أقول لك لو عايز تاخد درجة أعلى من كده بنمتنع عن إيه؟ بنمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن الكلام في حاجة حرام وعن المشي في حاجة حرام وعن النظر لحاجة حرام وعن إني أنا أسمع حاجة حرام. يعني أمتنع عن الكلام في أي حاجة تأذي غيري، نميمة، غيبة، أي حاجة من اللي تزعل ربنا مننا دي أمتنع عنها. بس يا ترى دي أعلى درجة؟ لا يا سيدي، في درجة أعلى من كده. الناس اللي بتصوم الحاجات اللي قلنا عليها دي بتاخد 7 من 10. إيه يعني أعمل إيه تاني عشان أخد 10 من 10؟ أقول لك على الناس اللي بتحقق أعلى سكور في رمضان. اللي بيعمل إيه؟ عد معايا كده. أول حاجة يمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وكمان عن الحواس اللي قلنا عليها، اللسان والعين والإيدين والرجلين، وكمان يزود على كده عقله وقلبه، ما يفكروش إلا في الحاجة اللي ترضي ربنا. دي أعلى درجات الصيام وأعلى سكور بيتحقق في رمضان. ربنا يوعدنا كلنا ويوعدنا بأعلى سكور وأعلى درجة ويسندنا. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا كمان نتكلم مع حضراتكم على عادة من أهم العادات المصرية في رمضان، وهي مائدة الرحمن، واللي كانت طبعا توقفت السنتين اللي فاتوا بسبب إجراءات كورونا، لكن السنة دي الحمد لله رجعت مرة تانية. ويعني هنرصد لحضراتكم من خلال هذا التقرير تاريخ مائدة الرحمن في مصر، واللي بتعكس روح الكرم والترابط الاجتماعي بين المصريين على مر العصور. عادة وعبادة انقطعت مع ظهور فيروس كورونا العامين الماضيين، لكنها عادت هذا العام مع قرارات الحكومة بتخفيف إجراءات وضوابط التعامل مع فيروس كورونا، وسمحت بعودة موائد الرحمن التي دائماً ما تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية لإطعام الآلاف من المواطنين على مدار الشهر، ممن منعتهم ظروفهم من التواجد في المنازل وقت الإفطار أو الفقراء والمساكين. يتهافت الأشخاص الراغبون في أخذ ثواب إفطار صائم على عمل موائد الرحمن، لكن يغفل الكثير منا تاريخها ومتى بدأت. اختلف المؤرخون حول بداية موائد الرحمن، فمنهم من يرجعها إلى عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرجعها إلى عصر أحمد بن طولون، وآخرون نسبوها إلى عهد المعز لدين الله الفاطمي. انتشرت روايات أخرى عن بدء فكرة وجود موائد الرحمن في عصر هارون الرشيد، لكن حقيقة ظهور موائد الرحمن كانت منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وامتدت على مر العصور حتى أصبحت موائد الرحمن من أهم المظاهر التي تشهدها مصر في شهر رمضان المبارك، لتعكس الكرم والجود والترابط الاجتماعي بين المصريين. زي ما تابعنا في التقرير تاريخ موائد الرحمن في رمضان، لأن يعني هذا التاريخ هو ممتد ومازال مستمر حتى هذه اللحظة، لأن في حالة من حالات التهافت والتصارع علشان الكل ياخد الثواب ويفطر، مش بس الفقراء والمساكين، لأن بنلاقي كمان الناس يعني بتتعمد اللي هي تقعد أي شخص يعني كان لسبب وجوده مثلا في العمل أو ما خلاف ذلك في الشارع في وقت الفطار، إن هو يقعد ويجلس على هذه الموائد، موائد الرحمن. وفي الحقيقة هذه يعني بيكون فيها ملذ وطب، ويعني بتعكس روح التكافل والروحانيات العالية اللي بتبقى موجودة عند الناس. صحيح. كلها في رمضان، وبتبقى يعني الناس كلها يعني عندها شعور كده بالسعادة وهي موجودة وبيفطروا مع بعض، ودايماً
زي ما انت بتقول لو حد معدي في طريقه مش بس انك لازم يقعد ولازم يفطر، وهي دي الروح اللي احنا متعودين عليها من المصريين. موجز الاهم الانباء دلوقتي مشاهدينا، وليندا عبد اللطيف في موجز التاسعة، اتفضلي ليندا. شكرا احمد. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس السيسي على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة. وأكد متحدث الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها. وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف في العالم. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف. ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات المتميزة مع شركة مايكروسوفت العالمية في مجال تطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وخطط التنمية في مصر. وخلال لقائه مع براد سميث رئيس الشركة، أكد مدبولي أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء مركز بيانات للشركة في مصر. من جانب آخر، ثمن رئيس الوزراء رغبة شركة مايكروسوفت في دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد. وخلال كلمة مصورة أشار زيلينسكي إلى أن الدول الغربية لم تزود بلاده بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ. وأشاد الرئيس الأوكراني بالقوات التي تدافع عن ميناء ماريوبل، مشددا على أن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية. وأضافت هيئة الأركان في بيان أن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا. وذكرت الهيئة أن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات. سجلت الصين 13,287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد أعلى عدد منذ فبراير 2020. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البار الرئيسي سجل 1,506 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا، مضيفا أنه تم تسجيل 11,781 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 154,738 حالة. هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، لتظل الحصيلة ثابتة عند 4,638 حالة. أما رياضيا، فيستضيف الأهلي الليلة فريق الهلال السوداني في الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي اللقاء اليوم وفي رصده 7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصده 4 نقاط.
نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل. صباح بحضراتكم على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ورمضان كريم. يعني في الحقيقة عندنا نموذج من النماذج اللي قدرت اللي هي ترفع اسم مصر يعني في أعلى قمم بقى العالم، نموذج لفتاة مصرية كان عندها الإصرار ومشيت وراء حلمها لحد ما بقت أول مصرية تحترف تسلق الجبال، ومؤخرا قامت منال رستم، هذه يعني الفتاة العظيمة قامت بتسلق أعلى قمتين في جبال الهيمالايا وأعلى جبال العالم بتعد جبال الهيمالايا، رفعت على هذه القمتين علم مصر عليهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من منال رستم اللي بتنضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذة منال. أيوة صباح النور، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك، كل سنة وأنت طيبة. الأول عاوزين نعرف يعني تفاصيل هذه الرحلة الشيقة اللي فيها نوع من أنواع الإثارة أكيد يعني. حضرتك طيب، ميرسي، ألف شكر على الدعم أولا، وكل سنة وأنتم طيبين. بصوا أنا دلوقتي يعني بتمرن في جبال الهيمالايا، أوكي؟ أنا اخترت القمتين دول على أساس إن هم بنسميهم تكنيكال كلايمنج، يعني محتاجة شوية حرصة في إزاي نتعلم التسلق بالروبس وبالحبال وكده، لأن هو الفنيات بتاعة الموضوع ايوه بالظبط، اوكي. فهم مش اعلى قمتين في الهيمالايا، لان طبعا الهيمالايا يعني رينج كبير جدا، اوكي. انا اول جبل طلقت هو فوكالدي، ده بيوصل لارتفاع تقريبا 5800 متر فوق سطح البحر، والثاني اللي هو اعلى بكثير يعني منه اصعب جامد جدا. انا يعني طلقت 12 ساعه طلوع ونزلنا تقريبا 6 ساعات، اللي هو ايلاند بيك على ارتفاع 389 متر فوق سطح البحر. طيب منال، حضرتي نفسك ازاي لده؟ اكيد يعني تحضيرات مختلفه علشان تقدري تتسلقي هذه القمم في الهيمالايا. بصي، هو انا يعني نمس حاجتين ببعض، اوكي، ان انا بعمل العاب قوه طبعا يعني كعداء او كده، فبجري مسافات طويله، اوكي، كنت بجري في الصحراء بحيث ان رجليكي تغرز في الرمله، بحيث ان هي يعني تشبه نفس الغرز اللي هو بيبقى في الثلج، اوكي. وطبعا برفع يعني شويه ويت زي اثقال او كده. بعمل حاجه اسمها روك كلايمنج، ان هي بتبقى في حيطه وتقعدي تطلعي نازله عليها بحيث ان انت تقوي يعني الابر بادي بتاعك او الجسم، الجزء الفوقاني من الجسم. وده خد وقت منك قد ايه منال عشان تحسي انك جاهزه؟ بصي، انا بتسلق جبال يعني تقريبا بقالي 10 سنين، اوكي؟ ما شاء الله. فهو دول مش من اول الجبال ليا، يعني انا عملت اعلى قمه في افريقيا، واعلى قمه في اوروبا، واعلى قمه في جبال الالب اللي هو مونت بلانك، وتسلقت اعلى قمه في افريقيا اللي هو تيتقال في المغرب. فالحمد لله يعني عندي شو يعني خبره صغيره شويه، بحيث ان انا تمكنني ان انا ابتدي اعمل التكنيكال معاهم. منال، 10 سنين من التسلق للجبال، ايه اصعب قمه او ارتفاع يعني قدرت اللي انت تتغلبي فيه على التحدي اللي كان قدامك وحققتي فيه رقم من الارقام القياسيه الخاصه بنفسك اولا يعني؟ بص، هو في جبل في جنوب امريكا اللي هو اسمه اكونكاغوا، ده انا حاولت اتسلقه مرتين بصراحه ما عرفتش يعني، فده كان اصعب جبل ولغايه دلوقتي مش عارفه اوصل للقمه، هو على ارتفاع 3690 تقريبا، اوكي. فانا بس وصلت يختلف ايه عن الجبال الاخرى يعني يا منال؟ الارتفاع بتاعه هو بس الارتفاع، على اساس ان هو يعني انا بالنسبه لي ده اكثر يعني جبل حاولت اطلعه فوق ال 6000 متر او 6200. طبعا يعني الايلاند بيك اللي انا لسه الحمد لله ربنا وفقني فيه، لان يعني الجو كان حلو قوي فساعدنا. فاكونكاغوا اللي هو في جنوب امريكا ساعات الجو ما بيبقاش مساعده، فبتضطر ان انت تلف وترجع، يعني لو اتاخرت في الطلوع خلاص الجايد بتاعك او المرشد هيقول لك لا لازم تلف وترجع. فانا الحظ بصراحه كان معايا المره دي في ايلاند بيك، لان الجو كان حلو، حتى لو تتفرج على الصور الجو كان كومبليتلي بيور، الشمس صحيح كانت طالعه، مفيش هواء. احنا بنتابع الصور دي دلوقتي وانت بتتكلمي يا استاذه منال. تمام. هو لو الجو قلب وانت بتطلع والمرشد شافك ان انت بطيء فهيضطر يخليك تلف وتنزل. طيب منال، عايزه اسالك يعني ان شاء الله ناويه ان انا
عايز اسالك السؤال اللي الناس العاديه كلها بتساله، شعورك ايه وانت بتتسلقي قمم، او ده بيحسسك بايه؟ ايه المتعه في كده؟ بصي، هو اصعب حاجه دي انا بعملها في حياتي. انا كمان بحب الجري وبجري ماراثون حوالين العالم، بس يعني رياضه تسلق الجبال انا بحب اقول ان انا وقفت على قمه جبل. يعني انت ان انت توصلي لقمه جبل دي، اوكي، دي بتحسسك ان انت زي العالم كله في ايديكي. طبعا بعد ال 12 ساعه ولا ال 10 ساعات التسلق، اوكي، بيبقى تعب فظيع، بس لما بتقعدي على القمه وبتبصي على المنظر والسحاب يبقى تحتيكي، معرفش يعني شعور لا يوصف بصراحه. وبعدين بيحسسك ان انت بجد قويه، تقدري تعملي اي حاجه. انا بحس الشعور ده، وهو ده بيتهيألي اللي بيخليكي ترجعي وتحاولي تتصرفي وتعيدي التجربه اعلى واعلى. يعني انا بسال نفسي السؤال ده، ما بالظبط بقعد اسال نفسي ليه بقعد اعمل في نفسي كده العذاب ده يعني. بس هو عذاب ممتع زي ما انت ما بتقولي يا استاذه منال، لكن شعور اخر برضه عاوزين نعرفه منك، لان احنا شايفين دلوقتي يعني كان من شويه صوره ليكي وانت رافعه علم مصر وسط اعلام اخرى من دول العالم. كلمينا بقى عن شعورك بعد ال 12 ساعه تعب زي ما قلتي لتسلق هذه القمه الخاصه بالجبل، وفي الاخر بترفعي علم مصر، ايه الاحساس اللي بيجي لك وانت بترفعي العلم؟ بص، اولا انا يعني ما اتولدتش مصر، ما عشتش فيها كتير، بس رحت الجامعه فيها. بس انا ببقى فخوره جدا ان انا لما حد يوقفني يسالني يمكن منين، هم بيبقوا فاكريني مثلا اجنبيه او حاجه، وبعدين لما اقول لهم مصر يقولوا لي يعني بيتخطوا. فانا بحس ان الشرف كبير قوي ان انا جالي الفرصه ان انا ارفع علم بلدي في حته كده عمري ما يمكن العلم اترفع عليها من واحده بنت، يعني انت فاهم قصدي؟ صحيح. فده بس بيحسسني بانتماء فظيع اولا، وبيحسسني ان انا فخوره اكتر واكتر ان انا مصريه، وعايزه اعرف الناس البلد المصريه بتقدر تعمل ايه يعني، فاهم؟ يعني ببقى عايزه اعرفهم كده اللي هو لا انا مصريه وانا قويه وانا اتمرنت وربنا اكرمني ان انا عرفت اتسلق الجبل ده. يعني منال احنا اللي فخورين بمصريتك وفخورين بانتمائك لهذا الوطن العظيم، وكل الشكر والتوفيق منال رستم، ومزيد من يعني الارقام الجديده اللي تقدري تحققيها في مجال تسلق الجبال. شكرا لك يا منال. دلوقتي مشاهدينا ناخد حضراتكم واخبار الرياضه والملاعب، وليندا هتقول لنا كل الاخبار. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير، بنصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه، واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتش وان، واتس إت جول. هنبتدي نشرتنا الرياضية من أخبار فريق الكورة في النادي الأهلي اللي بيواصل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، واللي بيتطلع فيها الأهلي للفوز أو التعادل عشان يتأهل رسمياً لربع نهائي البطولة. ومن ناحية تانية، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أكد صعوبة مواجهة الهلال السوداني اللي هتتلعب النهاردة على ملعب الأهلي والسلام في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. موسيماني قال كمان إن الأهم بالنسبة لينا دلوقتي هو التأهل، واللي بيميز موقفنا هو إننا أصحاب القرار، عشان كده لازم نحقق الفوز في مباراة النهاردة بدون ما نبص لأي حسابات تانية. وتأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش للمباراة النهائية ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش اللي بتستضيفها المملكة المتحدة، وبكده هتواجه نوران في المباراة النهائية زميلتها في وادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة على العالم في نهائي مصري خالص. وتأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني على العالم لرجال سكواش للمباراة النهائية في بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش.
فريق ليفربول الإنجليزي قدر يحقق الفوز على فريق واتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع 31 في الدوري الإنجليزي. سجل أهداف ليفربول ديوغو جوتا وفابينيو، سجل الهدف الثاني في شباك واتفورد من ضربة جزاء. وفريق مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب تيرف مور ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفرق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة برصيد 72 نقطة، والفرقتين لسه عندهم مباريات قوية خلال شهر أبريل في بطولات كتير زي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد. خسر فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل مفاجئ من فريق برانتفورد بنتيجة 4-1 في المباراة اللي اتلعبت بين الفرقتين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 31 من البريمير ليج. بالفوز ده بيحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، وقفز برانتفورد في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة. وفريق ريال مدريد حقق فوز مهم على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في الجولة 31 من مسابقة الدوري الأسباني. بالنتيجة دي عزز ريال مدريد صدارته للدوري الأسباني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية أقرب الملاحقين. وبكده مشاهدينا خلصت اخبارنا الرياضيه. دلوقتي هنرجع لاحمد وهدير عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ليندا. واحنا مكملين مع حضراتكم اخبارنا الرياضيه، وطبعا من اهم الاخبار الرياضيه ان النهارده الاهلي عنده مواجهه مهمه الساعه 10 امام الهلال السوداني في اخر جولات المجموعه الاولى. الاهلي عنده فرصتين للصعود، الاولى بانه يحقق الفوز ويوصل للنقطه 10، والثانيه بانه يحقق التعادل ويوصل للنقطه 8، وفي الحالتين ان شاء الله يصعد. اما الهلال السوداني فما عندوش غير فرصه وحيده وهي الفوز للصعود. خلينا نقرا تفاصيل المباراه النهارده ونعرف ازاي الاهلي استعد لمباراه اليوم، وخاصه مساله تاهيل اللعيبه العائدين من المنتخبات. مع ضيفنا على التليفون الناقد الرياضي طارق رمضان. صباح الخير عليك وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. وعايز اعرف منك توقعاتك لتشكيل النهارده، هل موسيماني هيبتدي ببيرستا وقفشه وشريف، ولا ممكن نشوف تعديل ونشوف وجود ليه حسين الشحات في البدايه؟ صباح الخير يا دير، صباح الخير يا احمد، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بالطبع يعني المباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، هو عايز مش عايز بس يتعادل عشان يتاهل، انما عايز ياكد الفوز على اساس انه تعادل مع الهلال في المباراه الاولى، فبالطبع عايز يوصل للنقطة 10، خاصة ان سان داونز وصل للعلامة الكاملة زي ما بنقول، يعني اللي هو الرقم واحد. فبالتالي الاهلي يرغب في الصعود، لكن التشكيل بالنسبة للنادي الاهلي هو بالطبع يعني موسيماني ممكن يغير في التشكيل زي ما انت قلت كده، ممكن يبدا بحسين الشحات، ممكن يبدا ببيرسيتاو، لكن هو الافضل ان هو يعني بيثبت تشكيله فيبدا بحسين الشحات اولا، ثم او بيرسيتاو يعدل بحسين الشحات، لكن هو بيعتمد اكتر على بيرسيتاو لما يكون جاهز تماما. صحيح. الفترة الأخيرة كان بيرسيتاو مصاب، فبالتالي هل هو جاهز عشان ينزل؟ ده اللي هيحدده موسيماني النهاردة. إذا كان اللاعب جاهز بشكل كويس هيبدأ به طبعا المباراة، لكن أعتقد النهاردة أنه هو يبدأ بحسين الشحات، أن يمكن حسين الشحات كان أجهز من بيرسيتاو في الفترة الأخيرة، خاصة التزامه في التدريبات الفترة دي. كان حسين الشحات ملتزم جدا تدريبيا، جاهز بدنيا، فهو عايز كمان موسيماني يبدا المباراه بالضغط على الهلال لاحراز هدف في الفتره الاولى من المباراه حتى يطمئن على المجريات والامور فيما بعد. استاذ طارق، عاوزين نطمن على برضو الاصابات، عندنا ربيعه وعندنا حمدي فتحي من الاصابات اللي موجوده في صفوف الاهلي، هل في حد منهم تمثل الشفاء وجاهز اللي هو ينزل ويشارك في هذه المباراه؟ حمدي فتحي يعني حمدي فتحي ممكن يكون جاهز للمباراه، لكن رامي ربيعه طبعا هيغيب شهر، محمد عبد برضه غايب على اساس الاصابه بتاعته اللي في الوش، فمش هيكون موجود النهارده، يعني هو ما حطوش في القائمه بتاعت المباراه نهائيا. طبعا الاهلي عنده اصابات كتيره الحقيقه في الفتره ديت، لكن حمدي هو الاقرب ان هو يكون موجود وفعلا موجود في القائمه، لان هو لاعب
طبيعي الاصابه بتاعته كانت خفيفه جدا، لكن رامي هيغيب شهر تقريبا خلاف طبعا فتره التاهيل اللي هتبقى موجوده معاه، لانه طبعا التمزق ده بياخد فتره طويله في العلاج، لكن حمدي هيكون موجود النهارده. واعتقد ان موسيماني مش هي يعني في اعتماده على حمدي كمان في الدور الدفاعي اللي بيأديه حمدي فتحي من المدافعين الاقوياء، خاصه لما بيلعب ثالث في النص بيلعب دورين مدافع ثم الدور في نقل الهجمه على اساس ان هو بينقل الهجمه بشكل سريع جدا في النادي الاهلي يعني او في المنتخب لما اعتمد عليه كيروش الفتره الاخيره. لا. طيب استاذ طارق، عايز اسال حضرتك عن لاعبي السودان الهلال السوداني، عندهم فرصه وحيده للفوز، فهل هينزلوا من الاول بطريقه هجوميه ولا هيقفلوا ويعتمدوا على يعني مثلا هجمه مرتده او ما شابه ذلك؟ لا، الهلال السوداني طبعا هو عارف ان هو بيلعب قدام النادي الاهلي وعارف ان هو بيلعب على ملعب النادي الاهلي، فهو بالطبع لو فتح خطوطه وبدا بالضغط العالي زي ما احنا يعني ان هو اللي حضرتك بتقول عليه ان هو يهاجم النادي الاهلي ويبدا يضغط عليه على اساس ان هو يحرز فيه هدف، النادي الاهلي في الهجمات المرتده بيبقى يعني لعبته سريعه فبيقدر يستغل، هو النادي الاهلي عايز يلعب كده، عايز الهلال يلعب بهذا الشكل ان هو يبدا يفتح خطوطه ويهاجمه، فالنادي الاهلي بيستغل هذه الفرص، لكن الهلال هيتعامل باحترام شديد جدا مع النادي الاهلي، هيبدا يلعب على تحفظ دفاعي مع هجمات مرتده وسيطره على الكره يعني اكبر فتره من الوقت على اساس ان هو يحرز هدف النادي الاهلي في اي وقت من المباراه، نادي الهلال ما بيستعجلش في لعب الكوره او الهجوم بمعنى اصح، لكن هو بيقدر تحفظ دفاعي مع استغلال بقى الثغرات اللي ممكن تبقى موجوده عرضيه ممكن يلعبها يخترق بين لاعبي الارتكاز بكره بينيه، فبالتالي الهلال النهارده هيحاول بقدر الامكان ان هو ما يحرص النادي الاهلي فيه هدف وفي نفس الوقت يلعب على هجمه مرتده مع الضغط تماما على اطراف لاعبي النادي الاهلي خاصه علي معلول من ناحيه الشمال، على اساس ان دائما العرضيات بتاع معلول بتعمل مشكله في الدفاع بالنسبه للفرق المنافسه، الهلال بيمشي كره على الارض اكتر، بيحاول دائما ان هم بينتشروا في الملعب بشكل واضح بيسيطروا على الكره ويعملوا هجمات مرتده سريعه، فبالتالي هو النهارده هيحترم النادي الاهلي ويحاول بقدر الامكان ان هو يحصل على الثلاث نقاط لان دي الفرصه الوحيده اللي هو محتاجها للصعود، لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يحسم هذه المباراه بنتيجه الفوز والصعود مع نادي صن داونز المباريات الاخرى يعني. وعلى فكره مش معنى ان صن داونز عشان بس في نغمه كده ان صن داونز فريق قوي جدا، فريق قوي جدا، لكن مش معنى ان هو حسم المجموعه ب 16 نقطه او بالعلامه الكامله ان يبقى فرصه اكتر في الفوز ببطوله افريقيا، لان في فرق كتيره جدا بتحصد في المجموعه بتاعتها العلامه الكامله ثم بنيجي لادوار الاقصائيه. استاذ طارق، ده فيما يخص فنيات المباراه، لكن توقعاتك بقى كناقد رياضي لهذه المباراه، شايف مين هيتفوق فيها؟ وان شاء الله طبعا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي فيها. النادي الاهلي بالطبع ان شاء الله النادي الاهلي حقق الفوز ويصعد، مش مجرد التعادل، النادي الاهلي عودنا دايما ان هو في المباريات اللي زي كده بيحاول يحسمها صحيح. بشكل واضح للفوز لتاكيد قوته في المجموعه، تاكيد قوته كمان مع المنافسين، لانه طبعا في حاله الصعود هيروح لمنافسين اقوياء جدا في الدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي امام الهلال السوداني. دلوقتي مشاهدينا الكرام نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقه انه من اهم صفات شهر رمضان هي المواساه. المواساه هي الطريق للصيام زي ما بيقولوا، خصوصا انه هذه الصفه بتيجي في الوقت اللي بنحتفل بيه باسبوع اليتيم. خلينا نقرب اكتر من هذه الصفه ونعرف ايه هي قيمتها في حياتنا واهميتها في مجتمعنا. كل ده نتعرف عليه من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر، الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. صباح الخير عليك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم. صباح النور، كل عام والامه الاسلاميه كلها بخير ورضوان، ونسال الله سبحانه وتعالى ان هو يحفظ اوطاننا ويجعلنا في هذا الشهر نحقق مراده
على الوجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. نتكلم عن المواساة وكيف تكون المواساة طريق إلى الصيام وأهمية صفة المواساة في مجتمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. وفي الحقيقة رمضان فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي والإحساس بالناس. عندما كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يرسخ في الناس قيمة هذا الشهر كان يصفه دائما بأنه شهر المواساة، كما في حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. ثم قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. صحيح. هنا قيمة المواساة في حياة الصائم عندما يرق قلبه، لأن الامتناع عن الطعام والشراب هذه المدة يؤدي إلى نوع من الرقي الروحي وزيادة الإحساس بالمساكين والضعفاء. أهل الله يتكلمون دائما في الرياضات الروحية والتقرب إلى الله تعالى عن قلة الطعام وقلة الأنام. صحيح. وقلة المنام وقلة الكلام. هذا كله اجتمع في الصيام في رمضان، قلة المنام في القيام، قلة الطعام عندما نمتنع عن الطعام والشراب، قلة الأنام عندما نعتكف، قلة الكلام عندما نشغل أوقاتنا بذكر الله وقراءة القرآن. إذن فرمضان هيأه الله تعالى ورتبه أحسن ترتيب حتى يعيش المسلمون جوا جماعيا من الرقي الروحي. هذا الرقي أول ما يؤدي إلى الإحساس بالفقير. الإحساس بالفقير قيمة يجب أن نعيشها جميعا في كل أحوالنا، لكن الله يدربنا عليها في رمضان، ومن هنا جاء إطعام الطعام، ومن هنا جاءت الكفارات. من لم يستطع على تدريب يعني مش يوم ولا اثنين، احنا بنتكلم تدريب طيلة مدة شهر رمضان كامل 30 يوم، شهر كامل. حضرتك قلت ربنا سبحانه وتعالى بيدربنا على هذه المدة، عاوزين نعرف ايه الأدلة اللي موجودة في نصوص القرآن الكريم يعني المواساة في شهر رمضان تحديدا. عندما يتكلم الله تعالى عن من لا يستطيع الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فدية طعام مسكين، معنى الإطعام في الكفارات، ومعنى الإطعام في تجاوز العقبات. كثير من الناس يظنون أن إطعام الفقير أو إطعام الناس بشكل عام أمر يعني نفل ليس متأكدا وليس مطلوبا طلبا أكيدا. بالعكس، الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حب الإنسان للمال في سورة الفجر مثلا، عندما يتحدث عن أن الإنسان إذا أصابه ضر فزع وإذا أصابته نعمة بطر وتكبر، فيقول سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وأيضا في سورة البلد عندما يتكلم عن العقبات: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. انظر الله يفتح عليك إلى هذه الأوصاف في الآيات عندما يتحدث الله تعالى عن زيادة الحاجة. يتيما فقد الأب، ذا مقربة صلة الرحم، أو مسكينا ذا متربة يعني لصق بالتراب من شدة الفقر والجوع. يريد أن يقول لك كلما زادت الحاجة كلما قوي الثواب وعظم الأجر، يعني حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، هذا كله يتضاعف ثوابه في رمضان ويزداد الأجر. عندما يرى الناس هذه المظاهر الإيمانية يقبلون على العطاء، وعندما نعطي لا نريد أن نكون أصحاب من وأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، يعني الله غير محتاج إلى صدقتك وإلى إطعامك. ولكن المسألة في جبر الخواطر، كان الله قادرا على أن يطعمه من غير احتياج إليك، ولكن أجرى رزقه على يديك حتى تأخذ الثواب والأجر، والله سيوصل إليه رزقه بأي وسيلة، لكن لما كنت أنت الذي وصلت هذا الرزق كان ذلك منة من الله عليك. معنى المواساة، معنى جبر الخواطر الذي يجب أن نعيشه جميعا على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي. عندما نرى تطوير العشوائيات والاهتمام بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، كل هذه من مظاهر الحضارة الراقية، الأمة التي تهتم بضعفائها وفقرائها فهي أمة إلى تقدم وانطلاق. أكيد هكذا علمتنا الشريعة، وهكذا أراد الله تعالى من شهر رمضان حثا للناس على فعل الخير. صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ولذلك يقبل الناس على إعطاء الزكاة في رمضان. لماذا؟ لأن الثواب فيه مضاعف والأجر فيه يعني عظيم. فما أحوجنا إلى أن يجعل كل إنسان شيئا من دخله لجبر الخواطر. يعني لذلك هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار أيضا. صحيح. دكتور محمد، صحيح. طيب كنت عايز أسأل حضرتك تأثير ده لما يطبق، تأثير مسألة جبر الخواطر أو المواساة، تأثيره على المجتمع، تأثيره على نفوس الفقراء بيكون عامل إزاي؟ عظيم عظيم. عندما يشعر الفقير أنه مهتم به، أن الناس يهتمون به ويسعون لرفع حالة فقره، سوف يشعر بالانتماء وأن هذا مجتمع محبوب، فيشعر بالانتماء، لن يستغل، سيكون عضوا فعالا في المجتمع. الاستثمار في الإنسان هي أعظم جهات الاستثمار الحقيقية. عندما أخرج هذا الإنسان من الحاجة والاستهلاك المحض إلى الإنتاج، أنا أترقى به وأبنيه. ولذلك كانت الزكاة للإنسان قبل البنيان. طب دكتور، هل اللي بيتصدق ده مطلوب منه يكون متحقق من انه اللي قدامه محتاج فعلا، ولا هو بيدعي الاحتياج ده، ولا هو المفروض يتصدق للي بيشوفهم يعني قدام عينيه؟ دي نقطه مهمه قوي تحديدا واحنا بنتصدق في شهر رمضان، لان دايما الكل بيقول ايه، انما الاعمال بالنيات، انا نيتي اللي انا شايفه غلبان فدي له الصدقه وخلاص، في حين ان ممكن يكون في حد تاني هو اكثر احتياجا منه. نحن مأمورون أيضا بتحري الفقراء، ولكن هنا أريد أن أتحدث أن هذا يجري على مستويين. مستوى الأفراد
الافراد ليس من شانهم ان يتحققوا ما عندوش وقت يتحقق ومستوى الدوله الدوله عندما تسعى في سد هذه الثغرات وفي اعطاء الفقراء ورفع مستواهم ستقلل من ظاهرة التسول بلا شك. ده الدولة بتعمله يعني بنشوف هي لما بتيجي توصل مساعدات أو غيرها بيكون في قرى وأشخاص أكثر احتياجا وفقرا. يعني إحنا عندنا المؤسساتية والمعلوماتية هي أعظم شيء نستطيع أن نسد به ثغرات الفقر، لكن الإشكال هنا على المستوى الفردي. صحيح. المستوى الفردي للسائل حق وإن جاء على فرس. تعود ألا ترد سائلا. هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني هي المسألة إيه؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مش أنتوا اللي هتأكلوا خلق ربنا. صحيح. فسعوهم بأخلاقكم، جبر الخواطر. شق التمرة ده هل يساوي شيئا؟ يعني ذا بال؟ شق التمرة ده حاجة يعني يسيرة يعني. جدا. معناها إن أنت لا ترد سائلا، إن أنت تجبر بخاطره، ان انت تكثر من التعود على السماحة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان سيدنا حارثة بن النعمان صحابي من كبار الصحابة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش حتى كبر وعميت عيناه. فكان يجلس في بيته ويتعبد ويذكر وبجانبه شوال من التمر مربوط بالباب بخيط، فإذا طرق الباب سائل قام وهو كفيف وأخذ حفنة من التمر وتهدى بالخيط حتى يصل إلى الباب ويسأل ويعطيه الفقير في يده. فقال له أولاده نكفيك أمر المساكين، خليك أنت في عبادتك وإحنا ندي الغلاب. قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مناولة المسكين تقي ميتة السوء. اللحظة التي تعطي فيها وتجبر الخاطر، تلك الارتجافة أو الرقة التي تجدها في قلبك هي لحظة استجابة للدعاء، هي لحظة عظيمة. وتقي ميتة السوء، تتقيك ميتة السوء. يعني هي المسألة في جبر الخاطر، إن أنت تحس كده ان انت لا تمن على الناس، اصل المال مال الله. طب. وكلنا سنذهب. صحيح. والباقي هو الموقف المشرف. صحيح. ان انت عندما تعطي لسان حالك يقول اللهم انما انا وعاء تنفق منه كيفما تشاء. زي ما حضرتك قلت انا موصلاتي. صحيح. ربنا هيوصل له رزقه عن اي طريق، لكن له المنه علي ان جعلني السبب. صحيح. في هذا والاشخاص زائلون دائما، لكن يبقى الاثر والسمعه الطيبه. يعني قصه اخيره عن جبر الخاطر. صدر. يعني لما ارويها عن احد العلماء انه لما انتهى الاكل فاخذت البنت بقايا الطعام وجعلتها في طبق كبير، راح فين يا بنتي؟ راح اوديها للبواب. قال لها ما هكذا يا بنتي، اجعلي كل صنف في طبق صغير ثم اجمعيها كلها في مائدة ثم أعطيها له، فأنت بذلك تطعمين إنسانيته قبل أن تطعمي معدته. جبر الخواطر. زي تخلي اللي قدامك يشعر بجبر الخواطر بإنسانيته. يشعر بإنسانيته. كده دايما يا دكتور يقول لك لو أنت هتتصدق أو هتفطر شخص في رمضان فطره من اللي موجود عندك في البيت، من نفس من اللي موجود على الطائرة. من أوسط ما تطعمون أهليكم. صحيح. ما دي نص عليها ربنا في كفارة اليمين. من أو ولذلك ناس كتير يقول لي يعني كام؟ ماشي أنا ما أعرفش أنت بتتغدى إيه ولا بتفطر إيه، أنت أدرى. وبعدين ثقافة الإطعام دي فيها معنى كبير للتكافل. إزاي؟ لما واحد يحلف يمين أو يحلف حلف بالطلاق مثلا ويكفر عنه ويطبق الآية اللي هو من عشرة فكفرته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يدور هو على الغلابة اللي محتاجين إطعام. فكده الناس هيبقى عندهم إدراك وإحساس بمن حولهم من الفقراء، فهيقل التطلع وهيقل الفوارق الطبقية وهيقل أن نجد إنسانا متخما بالمال والطعام وجانبه وبجانبه جاره يموت من الجوع.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جانبه جوعان وهو يعلم به. صحيح. يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة دكتور يعني احنا لو تحدثنا عن صفة المواساة وغيرها من الصفات يعني اللي من بيها المولى عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم، هنحتاج لحلقات وحلقات، فأكيد لنا لقاء آخر مع حضرتك الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك. شكرا لكم، وكل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية كلها بخير. وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كنا معاكم على مدار ساعتين أنا وأحمد وليندا، وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. صبح على حضراتكم، وربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة والرضا. صباح الخير على حضراتكم، وإلى لقاء في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وكل سنة وانتم طيبين. صباح الخير يا مصر.